بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بإذن الله تعالى هنبدأ معاكم السنة الجديدة 2022، وهتكون البداية للصف الأول الإعدادي، وهنبدأ من كتاب جيم، وهنشتغل على يونت 1 الوحدة الأولى، لسنز الدرسين 1 و2 الدرس الأول والثاني، و تعالوا نشوف فيهم ايه. اول حاجة كتب الاضواء منزلة خاصية جديدة وجميلة السنة دي، اسمها تصنيف بلوم. تصنيف بلوم ان هو جايب لي علامات على الاسئلة، فانا لما اشوف العلامة دي الزرقاء دي التروس دي افهم ان انا مطلوب مني ان انا ابتكر عشان احل، ان يكون عندي القدرة على تجميع اجزاء تكوين كل جديد، ودي طبعا تبع نظام التعليم الجديد. لما اشوف العلامة الحمراء علامة الميدالية دي تقييم، ان يكون عندك قدرة على انك انت تقدر تشوف الموضوع ده ايه يستاهل كم من 100 كم من 10 كده يعني. العلامة الخضراء بقى دي تحليل، انك بتفكك وتجزأ القاعدة او الدرس لاجزاء معينة وتقدر تحلله وتفهم كل جزئية لوحدها. العلامة الصفراء تطبيق، انك هتطبق بقى، ان يكون عندك قدرة انك تطبق اللي انت اتعلمته في الدرس ايه. العلامة اللي هي البينك دي طبعا انك انت فهم بقى، نقص الفهم، اسئلة الفهم عندك، انك مش هتطبق على كلمات الدرس بس، لا هتطبق على حاجات تانية. اخر حاجة ريمينبر، تذكر، هنجيب لك حاجات من الماضي اللي تعلمتها في 6 و5 ابتدائي علشان تبقى لامن بيه الموضوع ككل. تصنيف جميل جدا عامله كتاب جيم. اول درس عندي او الوحدة الاولى اسمها My Family and Me. My family and me، أنا وأسرتي أو أسرتي وأنا، يبقى هو كده عاوز يعرفني أفراد الأسرة كلهم، بداية من الجرانفاذر اللي هو الجد، وطبعا الحاجة هنكبر لكم صورتها اهي، الجدة، جرانماذر اللي هي الجدة، ودوتر يعني ابنة ابنتها بقى، وطبعا صن يعني ابن، واخو الابن اسمه ايه، براذر اللي هو الاخ، وسيستر اللي هي الاخت، وانكل اللي هو العم، وانت اللي هي العمة، وكازنز اللي هم ابناء العمومة. يعني دول ايه الحاجة العشوائية بتاعت اي اسرة، ولكن احنا هناخدهم بالتفصيل ونعرف مين في الاسرة اسمه ايه، ونعرف نحل عليهم ازاي ونفهمهم بطريقة كويسة. تعالوا ندخل على اول كلمات معانا. قال لي ميلز اللي هم الذكور، وفي ميلز اللي هم الاناث، فطبعا بدأ ببراذر اللي هو الاخ، فاذر اللي هو الاب، جرانفاذر الجد، هنا هنلاقيه بدأ بالاناث، العمة والابن والجدة وهكذا. البراذر ده يبقى ايه؟ طبعا البراذر ده اللي هو الاخ، قال لي ايه؟ قال لي فاذرز صن، يعني ابن ابوك يبقى لك ايه؟ يبقى لك اخوك. ما هو هيقول لك كده، الفازرز صن ده يعتبر براذر ولا فازر ولا جراند فازر؟ طبعا براذر. او ممكن يعكس السؤال ويقول لك البراذر هو الفازرز براذر ولا الفازرز صن ولا الفازرز دوتر؟ لا، يبقى الفازرز صن. تمام. طيب الفازر بقى اللي هو الاب، الجراند فازر اللي هو الجد، وطبعا الجد ده اللي هو فازرز فازر، ابو الاب اسمه جراند فازر. بعدين جريت جراند فازر ده الجد الاعظم اللي هو الجد الكبير قوي بقى. صن بقى الابن، انكل العم، عمك ده يبقى لك ايه؟ طبعا هتقول لي يبقى لي عمي، ما انا عارف، انا قصدي في المصطلح اللغوي يبقى لك ايه؟ يبقى اخو بابا، علشان كده لازم نعرف كلمه ايه. طبعا فازرز براذر اخو الاب يبقى اسمه عم. تمام. كازن ابن العم هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه انكل سن ابن العم اللي هو كازن على بعضيها. وجراند تشايلد يعني حفيد، وجراند تشيلدرن الاحفاد. طيب انت بقى اللي احنا بنقول عليها طنط، طبعا الطنط دي اللي هي مين؟ اخت الاب او اخت الام، ما هي عمة او خالة، زي ما ده ممكن اقول عليه العم اللي هو الانكل ده، بقول عليه فازرز براذر اخو الاب، ممكن اقول ماذرز براذر اخو الام، عشان هو ينفع عم وينفع خال. كذلك الانت اللي هي الطنط دي تنفع اخت الاب او اخت الام، فعشان كده هقول عليها ايه؟ دادز سيستر، هقول عليها دادز سيستر. تمام. طيب
بعدين دوتر تحتها على طول اللي هي الابنة، الابنة دي طبعا اللي هي تعتبر اختك انت، ابنت ابوك، بنت ابوك يبقى اختك، تمام؟ طيب الجراند ماذر الجدة، الجريت جراند ماذر الجدة الكبرى، المام الماذر طبعا سيستر اللي هي الاخت، هنا بقى بيقول لي ذكور واناث بقى، جريت جراند تشيلدرن ابناء الاحفاد، جريت جراند بيرنتس اللي هم اجداد الاجداد، وبيرنتس اللي هم الوالدين، وما بنطقش حرف التي على فكره، قول بيرنتس بس، بيرنتس ينفع يعني، تمام؟ طيب نيجي بقى للصورة الثانية، صورة جميلة جدا، أول كلمة معايا اسمها aged معناها بالغ من العمر، يجي بعدها الرقم على طول، بدل ما أقول فلان عنده 15 years old 15 سنة، هقول فلان aged 15 واسكت، aged يجي بعدها الرقم، تمام؟ باند بقى اللي هي فرقة موسيقية متعلقة بكلمة ميوزيك اللي هي موسيقى، تمام؟ تشيس اللي هي لعبة الشطرنج، ولعبة الشطرنج، الشطرنج دي عبارة عن ايه؟ جيم فور تو، يعني لعبة لشخصين بيلعبوها شخصين. دايري المفكرة اليومية اللي بيكتب فيها الإنسان يومياته، بيكتب أنا في اليوم الأول عملت كذا وفي اليوم الثاني عملت كذا وكده يعني. درامز بقى اللي هي الطبلة، دايما يجي معاها كلمة هيت، هيت طبعا يعني يضرب الطبول، إنك تضرب عليها عشان تعمل صوت يعني. هوبي الهواية، الحاجة اللي أنت بتحبها. انترفيو اللي هي المقابلة أو الحوار. توين بقى اللي هي توأم، وتوينز اللي هم التوائم، طبعا التوأم ده ايه؟ سيم ايج، يعني اعرفوا ان هو نفس العمر، التوأم ده هو نفس الايه؟ نفس العمر. فالنتري ورك العمل التطوعي، العمل التطوعي اللي هو نو ماني، نو ماني من غير فلوس، او فري، فري يعني مجانا، حاجه مجانا يبقى اسمها تطوعي، حاجه من غير فلوس برضه يبقى اسمها ايه؟ تطوعي، تمام؟ طيب نيجي بقى للديفينيشنز، شويه تعريفات كده بيعرفني الباند دي، بيقول لي مجموعه بيلعبوا ميوزك زي ما قلنا، لتشيس الشطرنج قال لي لعبه لشخصين، طب الطبول دي قال لي دي بقى ادوات موسيقيه بتضربها، هيت هي اللي احنا قلنا عليها عشان تعمل لك صوت، طب التوائم دي نلاقي معاهم كلمه سيم ايج اللي هي نفس العمر، تمام؟ العمل التطوعي حاجه انت نو ماني من غير فلوس او فري زي ما اتفقنا. وقال لي تشيك بوينت يعني حل الجمل دي، وجاب لي الحل بتاعهم تحتيهم، فبيقول لي summer wants to join the school music، اكيد باند فرقه موسيقيه، ما احنا اتفقنا ميوزك يبقى معاها باند. طيب I love نقط، my favorite hobby is football، يبقى ده بيحب ايه؟ ده بيحب سبورتس، طالما فوتبول كره القدم يبقى دي سبورتس. طيب I write what I am going to do in my، بكتب الحاجة اللي بعملها فين؟ طبعا في المفكرة اليومية بتاعتي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ديري، وخلي بالي من ديري دي او ديري معمل البان، تمام؟ احنا عايزين ديري، تمام. طيب نيجي بعد كده هندخل على تعريفات الاسرة اللي هي مثلا بيعرفني كل واحد ايه شغله في الاسرة، فبيقول لي فبيقول لي ان الجراند فازر ده هو ابو الاب او ابو الام، يعني فازر ذا فازر او فازر او ماذر ذا فازر. طيب والجراند ماذر نفس الكلام، ام الام او ام الاب، والبراذر يبقى ماذر ذا صن، ابن ماما او ابن بابا، تمام؟ او اخوك انت، يور براذر، اخوك اخ. السيستر طبعا هي بنت الام او بنت الاب، اختك تبقى بنت ابوك او بنت امك. الانكل العم طبعا يبقى اخو بابا او اخو ماما زي ما شرحناهم، والانت بقى ايه؟ اخت بابا او اخت ايه؟ ماما. استخدم كلمة هنا اسمها is called معناها يسمى او يدعى، هقول لك اخوك اسمه ايه؟ تقول لي is called فلان، هو يسمى فلان، او تقول لي مثلا اختك اسمها ايه؟ تقول لي برضو is called هدى، تسمى هدى. طيب كلمة let's يعني هيا بنا تستخدم للاقتراح، let's go، تمام؟ طيب to يعني أيضا تأتي في آخر الجملة المثبتة، وكلمة go يأتي بعدها الفيرب زائد ing. طيب ايه to تأتي في آخر الجملة المثبتة؟ يعني أقول مثلا أنا بحب الرياضة وعلي بيحب الرياضة أيضا، فاخد to في نهاية الجملة المثبتة، تمام؟ go بقى اللي هي يذهب، الفعل بعدها ing. love يحب، الفعل بعدها ing. like يحب، الفعل بعدها ing برضو، تمام؟ طيب this is لما نيجي نحل تمارين بقى، this is a picture not my family، طبعا a picture of، ليه جبتها of؟
هي جاية في عنوان الليسننج، الاستماع كده. الراجل بيقول دي صورة للأسرة بتاعتي، وهعرفكم ببابا وماما وأختي وأخويا. يبقى كده بيتكلم على بيكتشر أوف، نحفظها كده بيكتشر أوف، موجودة طبعا في صفحة 16 في الكتاب. يور مام، مامتك أور دادز براذر إز يور إيه، أخو أبوك أو أخو أمك. يبقى إيه؟ طالما مذكر يبقى ده الأنكل، العم، صح؟ طيب انا دايما نقط تو ذا تيتشر كيرفولي، انا بعمل ايه للاستاذ بعنايه؟ بشاهد الاستاذ بعنايه ولا بشاهد للاستاذ ولا بسمع للاستاذ ولا بلعب للاستاذ ولا بملك للاستاذ؟ طبعا listen to يعني يستمع الى او ينصت الى، وانا بنصت للاستاذ بعنايه. I am very not، I don't have time. I don't have time يعني انا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. يبقى انا ايه؟ يبقى انا كلمة اسمها busy. busy يعني مشغول، يبقى انا ايه؟ مشغول. طيب نقط are musical instruments، آلات موسيقية. انت بتضربها وتروح عاملة لك صوت. الفعل هيت اللي احنا قلنا عليه اهو يضرب، بيجي دايما مع ايه؟ مع كلمة درامز اللي هي الطبول، عشان كده هناخد لها درامز. يور بيرانتس براذرز اند سيسترز، بنسميهم ايه؟ ابوك وامك واخواتك واخواتك البنات والصبيان، كل دول بنسميهم الفاميلي نقط، اصدقاء الاسرة ولا اعضاء الاسرة ولا اولاد عم الاسرة ولا ايتام الاسرة؟ طبعا ممبرز يعني اعضاء الاسرة، تمام؟ طيب بعدين my favorite book، الكتاب المفضل is not treasure land، عاوز يقول اسمه يعني، اسمه ارض الكنوز او جزيرة الكنز يعني. فطبعا التعبير اللي انا عايز اعرفه اللي هو المهم عندي هو is called، يسمى او يدعى جزيرة الكنز. طيب your brother، اخوك بقى، يبقى لابوك وامك ايه؟ ها يبقى لهم ايه؟ يبقى ابنهم، يبقى son، تمام؟ طيب my uncle the child، ابن عمي، يبقى اسمه cousin، ابن العم اسمه cousin، طفل العم اسمه cousin اللي هو ابن الايه؟ ابن العم. not work for free، free اللي احنا قلنا عليها ورا وشرحناها، حاجة انت بتعملها بالمجان. طالما بتعملها بالمجان يبقى الحاجة دي ايه؟ يبقى الحاجة دي تطوعي بالنسبة لك، يبقى voluntary، تطوعي. he arrived at school نقط 7 o'clock، الساعة بتاخد ايه بقى؟ الساعة طبعا قبلها بتاخد at، اقول عمل at 7 o'clock. what are your كذا؟ ايه الحاجات بتاعتك؟ قال له reading، القراءة واللعب الكورة ودي كلها تعتبر مواد ولا هوايات ولا أطعمة ولا نوادي؟ طبعا هوبز اللي هي هوايات. لميا وهاني are my كذا، لميا وهاني يعتبروا ايه؟ ها اخواتي ولا عمامي ولا ولاد عمي ولا عماتي؟ طبعا هما هنا مذكر ومؤنث، فدي بنات بس ودي صبيان بس ودي بنات بس، لا يبقى هي كازنز ابن العم عشان يشمل المذكر والمؤنث. الصفحة التانية اللي بعدها مباشرة وهي صفحة 25 بيقول لي my not is today، الحاجة بتاعتي دي النهاردة، انا عندي 10 سنين، يبقى ده البيرثداي اللي هو عيد الميلاد، فهو بيقول ان عيد ميلاده امتى؟ النهاردة. طيب احنا كنا عايزين نقترح عليكم ان احنا نحل صفحة ونسيب لكم صفحة واجب، او نعمل لكم امتحان الكتروني تحت الفيديو، فانتوا اختاروا نسيب لكم صفحة واجب ولا نعمل امتحان الكتروني عرفك نتيجتك على طول تحت الفيديو، تمام؟ طيب هنا بقى ونقط سكول، خلي بالكم احنا بنحل في اسئلة التحليل اهو، هو جاب لي العلامة بتاع التحليل اللي احنا شرحناها في اول فيديو اهو، يبقى دي اسئلة تحليل، تمام؟ طيب بيقول لي بقى ونقط سكول at 7:30 in the morning، طبعا start دي يعني يبدأ، فاحنا بنبدأ المدرسة الساعة 7:30. طب واحد يقول لي leave نغادر، لا احنا مش بنغادرها 7:30 في الصباح، finish بنخلص، مش معقولة نخلص في الصباح برضو. stay يعني يقيم او يسكن، عشان كده ما ينفعوش، تمام؟ طيب حبيبة works at hospital، شغالة في المستشفى. نقط no money، no money يعني من غير فلوس، طبعا احنا لسه شايفينها ورا كانت مكتوبة for no money يعني من اجل لا شيء، من اجل لا، يبقى هي كده بتعمل عمل تطوعي. your mom، امك وابوك are your كذا، امك وابوك يبقى لك ايه؟ اجدادك
ولا احفادك ولا ابويك ولا اولاد عمك؟ طبعا اسمهم parents اللي هم الوالدين، هم اللي father وmother، هم اللي dad ومام. تمام. طيب لعبة لشخصين، طبعا احنا شرحناها في الكلمات، قلنا لما اشوف لعبة لشخصين game for two لشخصين افهم على طول ان دي مين، تشيس، هي عشان هي اللي بتتلعب بشخصين بس في الالعاب اللي تحت. طيب والدي نقط تو فوتبول اون راديو. اول حاجة عايز اركز ان اون بتيجي مع الراديو، ادي اول حاجة. ثانيا بقى ان هو بيعمل ايه للماتش على الراديو، بيشاهدوا؟ لا. طب بيلعبوا؟ لا. امال ايه؟ ليسنز، بيستمع، لان طالما جاب لي سيره الراديو يبقى ده ايه؟ يبقى ده بيستمع. لكن لو هو جابها تي في كنت خدت واتش اللي هي يشاهد. طيب ماي فريند از نوت 15، قلت لك هيجي بعدها الرقم على طول، طبعا تختار لي ايجد اللي احنا قلنا بالغ من العمر، بالغ من العمر كذا. سويمينج از ماي نوت هوبي، السباحه هي الهوايه الكذا، انا بحبها، يبقى هي الفافوريت هوبي، ودي عارفينها من سنه سته، الهوايه المفضله. اور بيرنتس، اباؤنا، ار نقط اوف اس، هم كذا بينا، واحنا بنشتغل بجد في المدرسه. كلمه براود يعني فخور، هم فخورين بينا، عشان كده احنا مجتهدين في المدرسه. مجموعه من الناس بيلعبوا ميوزك، موسيقى اللي احنا قلنا عليها لما نشوف موسيقى اهي، يبقى اسمهم ايه المجموعه اللي بيعزفوا موسيقى دي؟ ها، شاطرين، اسمها باند، اللي هي فرقه موسيقيه. بعدين ماهر نقط فوتبول ويز هيز فريندز اون فرايداي، مع اصحابه يوم الجمعه، يبقى بيلعب، بيلعب بقى ده صح، لان الفوتبول كوره والكوره بتتلعب. These brothers، الاخوات دول، are the same age، نفس العمر. They are twins، توأم، لان احنا قلنا نعرفها من كلمة ايه؟ من كلمة the same age، نفس العمر، ده 10 سنين ويوم وده 10 سنين ويوم، يبقى دول توأم. طيب انا بحب الانجليش قوي. My sister likes it، دي اللي احنا قلنا عليها ايضا، وتيجي في اخر الجملة المثبتة، زي ما نقول فلان شاطر وفلان شاطر ايضا. نيجي للجرامر بقى. الجرامر عشان اكون صريح معاك بيلخبط في الحل شويه، ده درس كان عليك في رابعه ترم اول ورابعه ترم تاني، وكان عليك جزء منه في سته، فهو بيلخبط الى حد ما، علشان كده عاوزين نركز فيه. عندنا حاجه اسمها صفات الملكيه وضمائر الملكيه، صفات الملكيه اللي هي دي، تمام، وضمائر الملكيه اللي هي دي، وانا هسيب لكم فيديو شرحتها بالتفصيل وحدها، يعني هسيبه لكم تحت الفيديو. طيب صفات الملكيه دي بيقول لي دي بقى بتتكلم دايما عن الشيء، بتتكلم عن ايه؟ عن الشيء، يعني عن الحاجه، الشيء، تمام. لذلك لازم يجي بعديها الاسم اللي انت هتتكلم عنه، ما انت عاوز تقول كتابي، قلمي، فصلي، يبقى لازم تجيب ايه؟ تجيب بعدها الحاجة اللي انت هتقولها. عشان كده مثلا فلما قال هنا بقى ماي، قال ماي بن، this is my بن، قلمي، يبقى انا لما اشوف الاسم بعدها يبقى لازم اختارها، هنا قلمي. طيب يور بوك، كتابك، اهو الاسم جه اللي هو بوك. هيز جاكيت، الجاكيت بتاعه هو، ها، جاء الاسم اللي هو جاكيت. هير دريس، فستانها، برضو الفستان جه اللي هو بتاعها. اتس كلر، لون العربية، عشان غير عاقل يبقى اتس تبعهم. اور هاوس، بيتنا. يور كار، عربيتك. زير بايك، دراجتهم، عجلتهم يعني، تمام. طيب هنا بقى دي كانت صفات الملكية، تعرفها ان هي بتعبر عن انك انت بتملك حاجة ولازم الحاجة دي تيجي بعديها، تمام؟ أما ضمائر الملكية بقى بتيجي آخر الجملة، يعني ما بيجيش بعدها حاجة، لأن معناها ملكي، ملكك، ملكه، ملكها، وهي زي الصفات بالظبط بس بنزود اس. يعني مثلا هنا زير أهي، شايفينها؟ لا، هنا بقت زيرز، يعني ملكهم. هنا يور، هنا بقت يورز. هنا بقى اور، بقت هنا اورز. يبقى انت اللي فيها اس دي دايما بتختارها اخر الجملة. هنا هير،
هيرز، هز كده كده الاس فيها فمش هنحطها لها تاني. يور يورز. ماي بقى بتتغير خالص ويبقى اسمها ماين، ماين يعني ملكي. تمام. طيب لما تيجي بقى تحل على الموضوع ده هيبقى شكله ازاي؟ قبل ما نحل تعالى نشوف حاجة تاني، نوع تاني منهم وبعدين نحل. دي بقى النوعين التانيين اللي اسمهم ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. ضمائر الفاعل بتيجي في اول الجملة قبل الفعل اللي انتوا حافظينهم، اي انا ويو انت وهي هو وشي هي وات لغير العاقل ووي نحن ويو انت وزي هم. اما ضمائر المفعول دي بقى اللي بتيجي قبل الفعل، اللي بتيجي بعد الفعل، يعني نقدر نقول على ضمائر الفاعل دي اول الجملة. تمام، اول الجملة. طيب طب وضمائر المفعول؟ لا، ضمائر المفعول هي الكلمة الثالثة، او نقدر نقول ايه بعد الفعل، دي هنخليها اول الجملة اهي عشان نبقى عارفينها، وهنا دي هنخليها ايه بعد الفعل، يبقى مكانها فين؟ بعد الفعل. خلاص كده. فانا بقول مثلا I visited علي، انا زرت علي، وعايز اقول علي زارني. خدوا بالكم من المثال ده اهو، طبعا I انا، وهجيب مثلا الفعل visit يزور، I visit علي، انا زرت ايه علي، دي معناها انا زرت علي. عايز اقول علي زارني، عايز اقول علي، تمام، علي عايز اقول زارني بقى، فهقول visited مثلا I، علي زار انا، علي زار انا. قال لي لا، اي دي مش هتنفع، لان اي دي مكانها قبل الفعل، مكانها اي اللي انا مظللها دي مكانها قبل الفعل، فمش هينفع تتحط بعديه. امال ايه الحل؟ قال هنحولها لمي عشان اقول visited me، زارني. لذلك هنا هاجي في التحويل الاقي ان اي اتحولت لمي اهي. فهنا بيقول I have a shirt، يعني انا عندي تيشيرت، وهنا my father bought it for me، بابا اشترهولي، for me اشترهولي. ماشي. طيب انت عندك كتاب، الكتاب ده ينتمي اليك، بتاعك، بعد الفعل belong اهو، وهكذا he has a jacket، it belongs to him، ينتمي اليه. كل الجمل دي تقدر تقيسها على هنا، انا زرت علي، علي زارني، هي هو زار علي، علي visited him زاره، she هي زارت علي، علي visited her علي زارها. المهم ان انا احفظ I مع me، ويو يو زي ما هي، وات ات زي ما هي. هي بقى تبقى في المفعول الولد تبقى him، وشي اللي هي المؤنث لازم تبقى في المفعول هير. لازم تعرف ان دي مكانهم قبل الفعل، لكن دول مكانهم بعد الفعل. وي طبعا هتبقى اس. تمام. بعدين يو زي ما هي، وبعدين الاخيره زي هتتحول لزم. تمام. طيب بعدين كلمه بيلونج تو يعني ينتمي الى، بتاخد تو بعدها، ينتمي الى، هذا ينتمي الى علي، هذا ينتمي الى عمر، وهكذا. لما نيجي نحل بقى، هدى is their grandmother، خلي بالنا من هنا، هدى دي جدتهم، she loves نقط them، بتحبهم قوي. يبقى انا عايز حاجة جمع، هي بتحبنا ولا بتحبهم ولا بتحبهم ولا زير؟ طبعا مش معقولة تبقى زير وزير، لان احنا متفقين ان زير دي يجي بعدها الاسم ويجي بعدها الجد اهو، فقلت جدتهم. هنا بقى love يحب، يبقى انا عايز حاجة تيجي بعد الفعل، اللي يجي بعد الفعل واحد من ضمائر المفعول، عشان كده الاجابه هتبقى ذم، تحبهم. ثرو ذا بول تو كذا بليز، ارمي الكره الي. طبعا طالما في فعل اللي هو ارمي، يبقى تو مي، ارمي الكره الي، ثرو تو مي، ارمي الي. قال له بعدين كلاب فور ذا فوتبول بلاير، سقفوا لعيبه الكوره، هم لعبوا بجد. طبعا هنا حط نقطه صغيره يبقى الجمله خلصت، كأنه هيبدأ جملة من أول وجديد. طالما هيبدأ الجملة من أول وجديد يبقى لازم يستخدم ضمير الفاعل، وضمير الفاعل في الحالة دي اللي هو مين؟ اللي هو زي، اللي هو هم. That is not father the car، عايز يقول ده عربية الأب. طبعا I مع دي الإز مش هتنفع،
هنا بقى، هنا اسم بقى جاي بعدها، يبقى احنا عايزين نقول ايه؟ ماي صفة ملكية، علشان جاي بعدها الاسم ذات ماي فاذرز كار، دي عربية والدي. منير ومصطفى اتنين، هما الاتنين توينز توائم، وخدوا بالكم دي اسئلة تحليل برضو اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ توائم نقط سيستر اسكولد رضوى، طبعا عاوز يقول اختهم اسمها رضوى، طبعا زير سيستر، زير سيستر اختهم اسمها رضوى. احمد بوتا نيو دريس، احمد اشترى فستان جديد، فور نقط دوتر، طبعا عايز يقول لاخته، ولا هيبقى لاختها مش احمد ده ولد والولد مذكر، يبقى فور هيز دوتر، لبنته بقى، لبنته، تمام. طيب اي ليف ان اليكس، انا عايش في الاسكندريه، ويز نقط بيرنتس، طبعا ويز ماي بيرنتس، مع والدي، لان جاي بعدها اسم، مش هقول معايا انا والوالدين، مع ملكي والوالدين، لا لازم مع والدي. بعدين الحجره دي تنتمي الى البنات، دوترز بناتي او ابنائي، اتس عاوز يقول ملكهم بتاعتهم يعني، يبقى اخر الجمله تاخد اللي فيها اس، يبقى هناخد زيرز زي ما احنا متفقين. I am 1 year older than، أنا سنة واحدة أكبر، عاوز يقول أكبر منه يعني، تمام؟ أو أكبر منها، فإحنا عايزين هنا في I am 1 year older than، عايز بقى أنا إيه مفعول؟ يبقى him عشان الفاعل موجود اللي هو أنا، والفعل am، يبقى عايزين المفعول، وهنا دول ما ينفعوش مفعول، تمام؟ دخلنا على الأسئلة الحمراء. الأسئلة الحمراء دي يا ترى نوعها إيه؟ اللي هي أسئلة التقييم، إنك أنت تقييمك للموضوع هتشوف الحل. طارق is my cousin، طارق ابن عمي. today is not birthday، عاوز يقول إن النهاردة حفلة عيد ميلاده، يبقى هنبدل كلمة هم دي بهز، لأن عيد ميلاد ده اسم، والاسم إيه؟ لازم يكون قبل منه صفة ملكية، his birthday. كان مي، طبعا لا كان اي، لان هنا بعدها فعل اللي هو هاف، واللي قبل الفعل هو الفاعل. ممكن انا اخد قلمك، تمام. طيب اتس نوت يور واتش، دي مش ساعتك، اتس مي، طبعا اللي اخر الجمله قلنا يا اما اس يا اما كلمه ماين، فانا هنا عايز اقول ايه؟ ماين اللي هي ملكي، تمام. طيب العربية دي تنتمي لمستر سميث، اتس هيم، لا اللي اخر الجملة قلنا اخرها اس، يبقى اتس هيز، انها ملكه. طيب ذيس بوك بيلونجز تو ماين، لا اللي يجي بعد الفعل يبقى ضمير مفعول، يبقى بيلونجز تو مي، ينتمي الي. سام اوف ذيس كلوز، بعض الملابس دي ملكك، اند ذا ريست ات، طبعا ات غلط، هو الملابس جمع هنا، يبقى هناخد لهم ايه؟ زم، ذا ريست اوف زم، ودي كانت طبعا صفحة 28. الصفحة الثانية اللي هي 29 بيقول لي الأطفال ار جوينج تو ذا زو وذ نوت فريندز، تعال نترجمها، الأطفال رايحين الزو مع أصدقائنا ولا أصدقائها ولا أصدقائهم. طالما انت هنا اتكلمت عن اسم جمع اللي هو children اللي هو الاطفال، يبقى طبيعي ان احنا هنتكلم هنا عن حاجه جمع، يبقى their friends، مع ايه؟ مع اصحابهم، تمام. طيب نيجي بعد كده، she is my best friend، هي افضل صديقه عندي، and نقط هوبي تنس، وهوايتها التنس، مش هي شي الكلام على بنت اهو، ها يبقى هنا عايز هوايتها، her hobby هوايتها. This is my aunt، دي عمتي اسمها أمل، يبقى برضو her name is أمل، اسمها برضو ايه؟ أمل، يبقى هياخد هير برضو. الجد بقى وصل الساعة 5، let's go to meet، يلا نروح نقابلها ولا نقابله؟ نقابله، اللي بعد الفعل ده ضمير مفعول، وضمير المفعول تحت هو هم، لأن هير ده للمؤنث وده فاعل وده ملكية، لا يبقى احنا عايزين ايه؟ عايزين بتاع المفعول المذكر، لان الجد مذكر. هؤلاء هم دول العجل يعني، او الدراجات بتاعه اصحابي، زي ار، عايز اقول ايه بقى؟ ملكهم، ما ده عجل اصحابي، يبقى ده ايه؟ ملكهم. طيب اللي تيجي اخر الجمله قلنا اخرها ايه؟ ها ناس فاكره اهو اس، تمام. طب واحده تانية اخر، طب ما دي اخرها اس ودي اخرها اس، بس دي للمؤنث ودي لنحن، لكن انا عايز اقول اصحابي، يبقى عجلهم، دراجاتهم، تمام. طيب
اصحابي اند نقط بيرنتس، عايز يقول اصحابي ووالديهم، هم وابهاتهم وامهاتهم مع بعض. تمام. طيب مالهم بقى؟ قال لي كام تو واتش مي، جايين يشاهدوني وايه، يلعبوا في فرقه المدرسه، يبقى طبعا زير بيرنتس. بعدين علي هذا كار، علي عنده كار colored is red، طبعا هنا لون العربية لونها احمر، فالكلام هنا على غير عاقل، يبقى طبعا it's بس it's. ماشي. سيد is كذا uncle، he is a doctor، طبعا سيد is my uncle، he is a doctor، لان uncle اسم. سامي وهاني وعماد are brothers، اخوات. not at my school، طبعا هنا عاوز يقول ايه، هم في مدرستي، في مدرستي، يبقى they are، they are. تمام. طيب نيجي بعد كده، can I borrow your pen، طبعا can I borrow your pen. ماشي. سلمى likes hers English teacher، لا يبقى هير بس، لان اللي فيها اس دي اخر الجملة. tell me about your family، طبعا about your family. the house is our، لا the house is ours. تمام. طيب بعدين سميرة is my sister and his hobby، لا الكلام على سميرة، وسميرة مؤنث، يبقى her hobby هوايتها. تمام. مش عارف هي باينة ولا لا، انا مش واخد بالي. اه كده باينة. تمام. her hobby يبقى هقول هوايتها، لان سميرة ده ايه، ده مؤنث. تمام. طيب كده احنا وصلنا لاخر الدرسين واخر التمارين، في اجابات عامة على الدرسين اللي هي دي. انا هحل لكم المحادثه واسيب لكم الاختيارات دي على هيئه واجب، علشان ايه، علشان تحلوها. كمان هتلاقوا امتحان الكتروني يعرفك نتيجتك على طول، برضو في رابط تحت الفيديو. ماشي. ولا ممكن نبقى نعمله مجمع على الوحده كلها مثلا، شوفوا انتوا قولوا لي رايكم ايه. طب تعالوا نحل المحادثه وبعدين نشوف. هنا بقى محادثه زي بتاعه سنه سته، بس محدش هيقول لك، لا انت هتكتب من نفسك. فبيقول لي ازيك يا احمد، هاو ار يو، كيف حالك؟ قال له اهلا، فاين، انا كويس. وراح قال له حاجه، قال له نقط دو يو جيت اب، عايز اعرف انا بقى ايه الحاجه اللي قالها له في الاول. هو قال له فاين، طبعا احنا من زمان عارفين الاستاذ بيقول لنا ايه، هاو ار يو، نقول له فاين، ها فاين ثانكس، فاكرينها فاين ثانكس، فهنقول له ثانكس اللي هي ايه، شكرا. طيب نيجي بعد كده نقط، وين نقط يو جيت اب، اي جيت اب ات كذا، فانا عايز اساله امتى هتستيقظ بقى، عايز اساله امتى هتستيقظ، فهقول له وين، واجيب بعدها فعل مساعد، لان الفعل المساعد مش موجود. وين دو يو جيت اب ات اي حاجه، ممكن نقول له 7 اوكلوك، يعني انا بستيقظ الساعه ايه، الساعه 7، او عايز تقول 6 براحتك بقى زي ما انت عايز. تمام. قال له هاو دو يو جو نقط، قال له بروح المدرسة اون فوت على الأقدام، يبقى أنا هاخد كلمة تو سكول دي اللي هي قدامي دي، أهي تو سكول، هاخدها زي ما هي وأكتبها هنا عشان هي اللي بعدها، هاو دو يو جو تو سكول. تمام. قال له على الأقدام. قال له إيه المادة المفضلة؟ قال له المادة المفضلة هي، ممكن نقول له الإنجلش عشان إحنا شغالين إيه؟ شغالين في الإنجلش، عشان إحنا دلوقتي بنشرح إنجلش يعني، يبقى هنقول له المادة المفضلة هي الإيه؟ الإنجلش. خلاص. تمام. هسيب ده واجب بقى زي ما اتفقنا، وايه رايكم انا هحله لكم كمان في الرابط اللي تحت الفيديو، بس عشان تتشجعوا وقولوا لي ارائكم ايه، نعمل واجب كامتحان الكتروني على كل درسين ولا على الوحده كلها؟ توفيق للجميع. السلام عليكم.